بسم الله الرحمن الرحيم. أبطال سنة ستة، بجد بجد وحشتوني، وكل سنة وانتم طيبين. على إيه؟ على طبعا انتهاء الترم الأولاني وبداية الترم الثاني، وألف ألف مبروك على نجاحكم في الترم الأولاني. واللي ما قدرش إن هو يحصل الدرجة النهائية يقدر إن هو يستمتع بالشرح في الترم ده ويحصل الدرجة النهائية، وصدقوني أنا بقول لكم يستمتع بالشرح، وانتوا هتشوفوا الكلام ده إيه بعينكم. أول درس عندنا بيتكلم عن نمو وتوزيع السكان في وطننا العربي. إيه يا مستر؟ بقول لك يا ولد، نمو وتوزيع السكان في وطننا العربي. قال لا، يعني أول حاجة هتلفت نظرنا وطننا العربي. آه، بتكلم عن وطننا العربي. يعني إيه وطننا العربي؟ أنت فاكر يا ولدي يا حبيبي الوطن العربي اللي هو الدول اللي بتتكلم عربي في العالم بنسميها بالوطن العربي. طب هما كام دولة؟ قال لك ده 22 دولة. انت يا حبيبي، يا ابني اللي مش مركز معايا، امتى هتركز معايا؟ انتبه معايا يا ولدي، تمام؟ يعني 22 دولة هما دولت بنسميهم الدول العربية لأن هما بيتكلموا اللغة العربية. أيوة طبعا. طيب أنا عايز أعرف السكان بقى اللي في الوطن العربي. أنا هتكلم عن حاجتين، هتكلم عن نمو السكان في الوطن العربي، وهتكلم عن توزيع السكان في الوطن العربي. أدي نمو وأدي توزيع. يجي واحد ويقول لي يا مستر استنى، أقول لك في إيه؟ يلا يلا ركز معايا. يلا تقول لي يعني ايه نمو يا مستر؟ اقول لك يا حبيبي، يعني هل السكان في الوطن العربي بيقلهم كل سنة ولا بيزيدهم؟ يعني ايه نمو؟ يعني انا عايز اعرف عدد السكان اللي موجودين في الوطن العربي بيزيدهم كل سنة ولا بيقلهم. خلاص، يبقى ده اسمه نمو السكان في وطننا العربي. طب تاني معلومة اللي هي توزيع السكان في الوطن العربي، يعني انا عايز اعرف هم عايشين فين؟ هل هم عايشين في الاماكن اللي جنب البحار والانهار، ولا عايشين في الأماكن اللي فيها جبال، ولا عايشين في الأماكن اللي فيها صحاري؟ كل ده هنعرفه من خلال درسنا النهاردة. بس يلا كوباية الشاي وتعالى معايا واضحك بقى براحتك واستمتع. طيب أول معلومة هنتكلم على إيه؟ نمو السكان في الوطن العربي. بس أنا الأول لازم أعرف عدد سكان الوطن العربي، عدد سكان إيه؟ الوطن العربي، عشان أعرف بعد كده هما بيزيدوا ولا بيقلوا. يبقى إيه؟ اديني عقلك، لازم الأول تعرف إيه؟ عدد السكان قد إيه؟ وبعد ما تعرف عدد السكان هتعرف إذا كان السكان بيزيدوا ولا بيقلوا. طيب يلا بينا. جينا وقلنا لهم أنت يا ولد، أنت وهو اعملوا لي إحصائية لعام 2023. قالوا له ماشي يا مستر، احنا هنكلم الوزارة وهتقول لنا عدد السكان عام 2023 في الدول العربية. يعني ايه؟ يعني هتلفوا على البيوت واحد واحد، تمام، وتعدوا الناس اللي موجودة جواها، وتروحوا من مصر للسودان. لا 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 لا، ده فيه طبعا لجان مخصوصة بتعد لنا عدد الناس اللي موجودة في الوطن العربي. قالوا لنا ان هو سنة 2023 عملهم كام؟ 474 مليون نسمة. ايه نسمة؟ يعني ايه نسمة؟ يعني فرد يا ولد، شلنا نسمة ده وحطينا فرد، يعني عدد السكان اللي موجودين في الوطن العربي اللي هم الأطفال والنساء والأولاد كام؟ 474 مليون نسمة. يا سلام، يعني ده بيمثل كام؟ بيمثل 5.9 من سكان العالم، يعني 6 من سكان العالم. يعني ايه؟ يعني لو عدد سكان العالم كلهم 100، يبقى ايه؟ يبقى وعدد سكان اللي موجودين في الوطن العربي 6.
مركز كده معايا؟ لو كل سكان العالم 100 يبقى ايه السكان الموجودين في الوطن العربي 6، يبقى كده ال 474 مليون نسمة بتمثل كام؟ بتمثل 6% من سكان العالم. طب وده يخلينا نسأل سؤال، طيب احنا سكان الوطن العربي واخدين المرتبة رقم كام؟ واخدين المرتبة، اوعى تفتكر ان ديت المرتبة اللي انت بتنام عليها، لا 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 لا، ده الموضوع كبير، ده المرتبة يعني المستوى، يعني هم جايين في دول اكتر منهم في السكان. انا اعرف دلوقتي قال لك المرتبه الرابعه، يا ابني يا ابني انا ما بكلمكش عن المرتبه اللي انت بتنام عليها، انا بكلمك عن مستوى. طيب مين اكبر الدول اللي موجوده في العالم فيها سكان؟ قال لك الهند. طب مين اللي يجي بعدها؟ يجي بعدها بشويتين كده الصين، الصين اقل من الهند في السكان بشويتين. يجي بعدها بثلاث شويات اوروبا، اقل من الهند واقل من الصين في السكان. يجي بعدهم مين؟ عمنا الحاج الوطن العربي. يبقى الوطن العربي ايه؟ يجي في المرتبة الرابعة. وعدد سكان الوطن العربي عام 2023 كان 474 مليون نسمة، ونسمة يعني ايه؟ فرد. وديت بتمثل كام؟ 5.9 من سكان العالم، يعني 6% من سكان العالم. طيب انا عايز اعرف بقى السؤال اللي احنا كنا بنقوله، هل السكان بيزيدوا كل سنة؟ هنعرف الكلام ده، بس عشان نعرف يبقى لازم نعمل احصائية تانية، نقول عدد السكان عام 2000 وعام 2023، عايزين نعرفهم عام 2000 وعام 2022. طيب قال لك ان هو عام 2000 كان عدد السكان كام يا ولد؟ 278 مليون ايه؟ نسمة. يعني نسمة يعني فرد. طب لما وصلنا بقى ل23 قال لك ان هو عدد السكان بيساوي 474 مليون. قال لك 474، طب هو كان في 2000 كام؟ 200، وبقى في 2023 كام؟ 400. يعني بيزيد ولا ما بيزيدش؟ بيزيد. يبقى احنا كده الوطن العربي كل سنه بيزيد 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 ايه؟ بيزيد طبعا زياده سكان العالم، وعندنا ايه؟ زياده سكان الوطن العربي. عايزين نعرفهم بقى هو بيزيد زي ما بيزيد السكان في العالم، ولا زياده السكان بتاع الوطن العربي بتكون اكتر؟ قال لك يلا بينا. قال لك ان المفروض ان زيادة سكان العالم 1%، يعني لو السنة دي 100 على سكان العالم، السنة دي 100 يبقى السنة الجاية 101، يعني بيزيد 1 بس. طيب بالنسبة لزيادة سكان الوطن العربي قال لك 1.8%، يعني ايه؟ لو احنا عدد سكان الوطن العربي السنة دي 100، لو جينا السنة الجاية هنلاقيهم 102، يعني زادوا 2%، بس احنا بنقول بالدقة 1.8. يبقى مين اللي بيزيد كل سنة اكتر؟ الوطن العربي. خلاص فهمتم يا حبايبي؟ بس يا ابني جيب كوباية الشاي واكتبوا له بقى في التعليقات، انتوا بتحبوا زيادة سكان الوطن العربي ولا زيادة سكان العالم؟ عايزين تخلوا سكان الوطن العربي يقلوا شوية ولا يزيدوا شوية؟ يلا بينا. طيب هنا بقى يجي لنا هنا سؤال مهم جدا جدا، ويقول لي يا مستر لو سمح، بما تفسر ارتفاع معدل النمو السكاني في الوطن العربي؟ ايه الكلام المجعلص ده؟ يعني معدل النمو السكاني في الوطن العربي؟ مش احنا اتفقنا ان لو عدد سكان العالم 100 يبقى السنة الجاية يبقى 101، ان هما بيزيدوا 1%، واتفقنا ان عدد سكان الوطن العربي لو عددهم 100 يبقى السنة الجاية يبقى 102، ان هما بيزيدوا 1.8%. اشمعنى بقى سكان الوطن العربي بيزيدوا اكتر من سكان العالم؟ قال لك عشان ايه؟ عشان ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات. يعني ايه الكلام ده؟ انت يالا يالا اللي طلعت البلكونه، يالا يالا ركز معايا، يالا يالا والله بحبك، يالا يالا اضربك، بس انا مش ضرب، انا اخلي مامتك تعاقبك، يلا عاقبي يا مامته. ماشي. ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات. يعني معدل المواليد يعني اللي بيتولدوا في الوطن العربي كتار قوي قوي قوي، اطفال ياما بتتولد
طيب والناس اللي بتموت في الوطن العربي قليلين، فبالتالي الزيادة بتكون كبيرة. يبقى الناس اللي بتتولد كتار والناس اللي بيموتوا قليلين، يبقى في زيادة ولا ما فيش زيادة؟ قال لك اتنين، ايه؟ الهجرات الخارجية خاصة إلى دول الخليج العربي. يعني ايه معنى الكلام ده؟ في دول في العالم يا ولاد ما عندهاش شغل، فكل الناس بتوعها بيسيبوا البلد بتاعتهم ويروحوا على طول على دول الخليج، على دولة السعودية، لأن فيها فلوس ياما وفيها شغل ياما. فإحنا لما بنيجي نعدهم بنعدوا الناس اللي موجودين في الدولة والناس اللي هاجروا ليه، فبالتالي بيزيد عدد السكان. يبقى بما تفسر ارتفاع معدل النمو السكاني في الوطن العربي؟ ليه السكان بيزيدوا في الوطن العربي؟ عشان في مواليد ياما والوفيات قليلة، وعشان في ناس بتهاجر من الدول التانية وبتيجي عندنا، فبالتالي بيكون في ايه؟ زياد. يجي واحد تاني ويقول لي يا مستر، اقول له ايه عايز ايه؟ يقول لي لو سمحت جاوبني على السؤال ده. بما تفسر انخفاض معدل الوفيات في الوطن العربي؟ ليه الناس اللي بيموتوا قليلين؟ طب انت عايزهم يكون ياما؟ يالا يالا يالا، ركز معايا، انت عايز الناس تموت ياما؟ يالا يالا. طب بس انا اجاوب واقول لك، بما تفسر انخفاض معدل الوفيات في الوطن العربي؟ ليه الوفيات والناس اللي بيموتوا قليلين؟ قال لك لان في حاجه اسمها ايه؟ الرعايه الصحيه والمعيشيه في الدول العربيه. ايه؟ قال لك ان في الوطن العربي بنبني مستشفيات ياما، وبنخلي دكاتره متميزين، هم لما يشوفوا اي حد بيتعب بيروح يكشفوا عليه ويعالجوه، فبالتالي لما يكون في مريض وبيتعالج يبقى عدد الناس اللي هيموتوا قليلين خالص. اكتب لي بقى في التعليقات انت عندك مستشفيات في بلدك وفي منطقتك وبتعالجك ولا ما عندكش، والدكاتره بيعالجوكم كويس ولا بيمصوا دمكم في الفلوس. طيب يلا، دول بقى الوطن العربي، انا عايز اعرف دول الوطن العربي. قال لك دول الوطن العربي عباره عن 22 دوله. عباره عن كام؟ 22 دوله. لو جينا هنا عند البحر الاحمر وحطينا خط في النص، هنقسموا دول الوطن العربي لجنبين، جنب في اليمين وجنب في الشمال. الجنب اللي في اليمين هيبقى فيه قاره ايه؟ اسيا. والجنب اللي في الشمال هيبقى فيه قاره افريقيا. يبقى الجنب اللي في اليمين نكتبه ايه؟ الجناح الاسيوي. والجنب اللي في الشمال والجنب اللي في الشمال نكتب عليه الجناح الافريقي. يبقى انا عايز اقول لك ان دول الوطن العربي كام؟ 22 دوله. وعايز اقول لك ان انا بقسمهم نصين، عند البحر الاحمر اللي على يمينك دوت بنسميه قاره اسيا، يبقى بنسميه الجناح الاسيوي، واللي على شمالك بنسميه قاره افريقيا، يعني الجناح الافريقي. طب يلا بقى، احنا اتفقنا ان في الجناح الاسيوي وفي الجناح الافريقي. انا عايز اشوف عدد السكان اللي موجودين في الجناح الافريقي اكتر ولا عدد السكان اللي موجودين في الجناح الاسيوي اكتر. قال لك اللي موجودين في الجناح الافريقي 61% من السكان، وهنا في الجناح الاسيوي 39. يبقى مين اللي اكتر؟ يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني لو عدد السكان في الوطن العربي 100، في منهم 61 ساكن بيعيشوا فين؟ في الجناح الافريقي، وفي منهم 39 من السكان بيعيشوا في الجناح الاسيوي. يبقى ان هنا الاكتر الجناح الافريقي في عدد سكان اكتر. في عدد سكان اكتر. يبقى كده عرفنا ان الجناح الافريقي في عدد سكان اكتر من الجناح الايه؟ الاسيوي. طيب انا عايز اعرف اكبر الدول العربيه سكان، اكتر دوله فيها سكان في الوطن العربي. قال لك اول واحده مصر، يجي بعدها بشويتين السودان، يجي بعدها بثلاث شويات الجزائر، يجي بعدها باربع شويات العراق. يبقى اكبر دوله فيها سكان مصر، وبعد كده السودان اقل منها شويه، وبعد كده الجزائر اقل منها شويه، وبعد كده العراق اقل منها شوي. طب لو اتكلمنا بقى عن اصغر دولة في السكان في الوطن العربي، قال لك دولة كده صغيرة في المحيط الهندي بجانب افريقيا اسمها جزر القمر. جزر القمر. يبقى اكبر الدول العربية مصر، السودان، الجزائر، العراق. طب واصغر الدول العربية في السكان؟ جزر القمر. طيب هنا يا اولاد بقى لازم نتكلم، احنا خلصنا من نمو السكان
هنتكلم عن توزيع السكان. قلنا يعني ايه توزيع السكان؟ يعني هم عايشين فين؟ فين الاماكن اللي فيها سكان ياما والاماكن اللي فيها ايه؟ سكان قليلين. قال لك اين يتركز السكان؟ يعني انا اول ما نتكلم عن توزيع السكان في الوطن العربي هنعرف اين يتركز سكان الوطن العربي واين يقل سكان الوطن العربي. يعني اين يتركز سكان الوطن العربي؟ يعني السكان ياما فين؟ واين يقل سكان الوطن العربي؟ يعني السكان قليلين فين؟ قال لك السكان ياما في اربع اماكن، السكان ياما في اربع اماكن، اتنين بنسميهم السهول الفيضيه والسهول الساحليه، واتنين بنسميهم المناطق الصناعيه والتعدينيه والمناطق المرتفعه. يبقى اين يتركز سكان الوطن العربي؟ يعني السكان موجودين فين بقطره، تمام، او مزدحمين فين؟ في اتنين فيهم سهول، سهول فيضيه وسهول ساحليه، واتنين فيهم مناطق، المناطق الصناعيه والتعدينيه والمناطق المرتفعه. طب تعالى بقى يا مستر لو سمحت، يعني ايه سهول فيضيه؟ اقول لك زي سهول نهر النيل وادي التاه في مصر، زي ما انتم شايفين كده ترعه المحموديه اللي قدام عينكم يا ولاد. الاماكن دي ترعه المحموديه، بتلاقوا جنبها بيوت ياما ولا لا؟ وطالما فيها بيوت ياما وفيها اراضي زراعية ياما جنب نهر النيل، يبقى في سكان يام. هو ده المقصود بسهول نهر النيل او السهول الفيضية. طب ده موجود في مصر. قال لك في العراق برضو في سهول نهر دجلة والفرات في العراق. يبقى احنا كده عرفنا اين يتركز سكان الوطن العربي. قلنا في السهول الفيضية. يعني ايه السهول الفيضية؟ يعني الاماكن اللي جنب الانهار. يعني ايه الانهار؟ يعني المية العذبة. وطالما في مية عذبة يبقى في بجانب الانهار اماكن فيها سكان ياما وفيها اراضي زراعيه. وده موجود في سهول نهر النيل ودلتاه في مصر، وسهول نهر دجله والفرات في العراق. طب السهول الساحليه اللي هي الاماكن اللي جنب البحار والمحيطات، الاماكن اللي جنب ايه؟ البحار والمحيطات، اللي هي موجوده في بلاد الشام، موجوده في بلاد الشام هنا اهوت كده اهوت، وموجوده في ساحل افريقيا او شمال افريقيا. شمال ايه؟ افريقيا، اللي هي الاماكن ديت، الاماكن دي يبقى بلاد الشام وشمال افريقيا. لما يجي لي ناس سؤال ويقول لي بما تفسر تركز السكان في بلاد الشام وشمال افريقيا؟ هنقول له بسبب اعتدال المناخ وتوافر المياه العذبه. شطار قوي يا ولاد. يبقى احنا كده اتكلمنا عن السهول الفيضيه واتكلمنا عن السهول الساحليه. المناطق الصناعيه والتعدينيه، ان هم يا ولاد كده بيجوا في الصحراء، تمام، وبيبداوا ان هم يحفروا في الارض. لما يحفروا في الارض يطلعوا بقى حديد ويطلعوا منجنيز ويطلعوا بترول ويطلعوا، فبالتالي الاماكن ديت بيبقى فيها سكان ياما، لان الناس اللي بيشتغلوا بيبنوا بيوت جنب ايه؟ الحاجات ديت، لان ممكن تقعد معاهم سنتين وثلاثه واربعة. يبقى كده المناطق اللي فيها تعدين او فيها استخراج بترول بتلاقي فيها عدد سكان. وقال لك هنا بقى المناطق المرتفعة المعتدلة زي ايه؟ قال لك زي لبنان واليمن. لبنان واليمن بيعيشوا على قمم الجبال. ليه؟ لان الجو هناك معتدل، لان الجو هناك ايه؟ معتدل. لما يقول لي بما تفسر يعيش السكان في المناطق المرتفعة مثل لبنان واليمن، هنقول له بسبب المناخ المعتدل. بسبب ايه؟ المناخ المعتدل. يبقى انا هنا اتكلمت عن توزيع السكان في الوطن العربي، قلت اين يتركز سكان الوطن العربي واين يقل سكان الوطن العربي. يعني اين يتركز؟ يعني فين السكان موجودين فين بقطره. قلنا السهول الفيضيه والسهول الساحليه والمناطق الصناعيه والتعدينيه والمناطق المرتفعه. طب يلا بينا نخش بقى على الجزء الثاني اللي هو ايه؟ اين يقل سكان الوطن العربي؟ يقل في منطقة واحدة اسمها المناطق الصحراوية. المناطق ايه؟ الصحراوية. طيب ادي خريطة الوطن العربي. انت يا ابني، يا ابني اللي مركز مع التلفزيون، ركز معايا. ادي خريطة الوطن العربي. جينا عند البحر الاحمر وشقينا نصين، وحطينا الجناح الاسيوي وحطينا الجناح الافريقي. انا عايز اعرف بقى المناطق الصحراوية اللي موجودة في اسيا والمناطق الصحراوية اللي موجودة في الجناح الافريقي. قال لك في اسيا صحراء الربع الخالي، وقال لك في افريقيا اللي هي الصحراء الكبرى. طيب بقى انا عايز بقى اعرف الزحمة. يعني ايه الزحمة؟ يعني
الدول اللي فيها زحمة كتيرة واللي فيها سكان ياما عن الدول التانية. يبقى الزحمة ديت يا ولاد احنا بنسميها بإيه؟ بالكثافة السكانية. الكثافة إيه؟ السكانية. يلا بينا بما تفسر اختلاف الكثافة السكانية من دولة إلى أخرى في الوطن العربي. يعني في دولة بتلاقيها زحمة ودولة بتلاقيها إيه؟ مش زحمة. إيه اللي بيخلي في دول زحمة ودول مش زحمة في السكان؟ اللي هي اسمها إيه؟ الكثافة السكانية. قال لك بسبب وفقا لعدد سكان كل دولة. اصل كل دولة بيختلف السكان بتوعها، في دولة فيها سكان ياما وفي دولة ما فيهاش سكان ياما، وعلى حسب كمان المساحة الكلية. في دولة المساحة بتاعتها كبيرة فبالتالي بيكون فيها عدد سكان ياما، وفي دولة المساحة بتاعتها صغيرة. تمام. يبقى بما تفسر اختلاف الكثافة السكانية او الزحمة من دولة الى اخرى بسبب ايه؟ طبعا تعداد سكان كل دولة ومساحتها الكلية. طيب قال لك ان بعد كل الكلام ده في حاجة اسمها المشكلة السكانية. في مشكلة موجودة عند الوطن العربي؟ في مشكلة. طب مشكلة ايه؟ قال لك عندنا اول حاجة دولة تعاني، اتنين دولة تعاني. الله، يعني انا عندي مشكلتين. في دولة تعاني ودولة تعاني، بس ديت بتعاني من ايه وديت بتعاني من ايه؟ قال لك اول دول اللي هي زيادة السكان وقلة الموارد، تاني دول اللي هي زيادة الموارد وقلة السكان. قال لك يبقى الدولة اللي بتعاني في زيادة السكان وقلة الموارد، يعني هي عندها سكان ياما وما عندهاش وعندها موارد قليلة، يعني ما عندهاش ايه؟ سكر ولا زيت، ولا عندها مصانع، ولا عندها شركات. كل الحاجات ديت ايه؟ قليلة، يعني الفلوس بتاعتها قليلة بس السكان ياما. يبقى ديت مشكلة ولا مش مشكلة؟ السكان هنا ياما والفلوس قليلة. طيب نيجي بقى لهنا، قال لك ايه؟ دولة تعاني زيادة الموارد وقلة السكان، عندها فلوس ياما والسكان بتوعها قليلين، والسكان بتوعها ايه؟ قليل. يبقى هنا اول مشكلة ان السكان ياما والفلوس قليلة، زي دولة ايه؟ زي مصر وايه؟ والاردن وسوريا. طيب وهنا السكان زيادة الموارد يعني الفلوس ياما والسكان قليلين، زي دول الخليج اللي هي السعودية والامارات والبحرين. انا عايزكم بقى تكتبوا لي في التعليقات انتوا من الجنب الاولاني اللي هو السكان ياما والفلوس قليلة، ولا من الجنب التاني اللي هي الفلوس ياما والسكان قليلة. وتابعوني، ويا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتشيروا الفيديو ده عشان كله ايه؟ يستفيد. وتابعوني في الدروس القادمة ان شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.